يعني أستاذ حسيت أن كلش تؤمن بنظرية المؤامرة أو هيك شيء، يعني من تابعت أنا وعد الحلقة السوشيال ميديا مالتك وتنشط جدا عليها، مثلا انتقدت فوز ميسي بالكرة الذهبية السنة الماضية وقلت أن الصهيونية هي اللي منحت له الجائزة، شبيك ويا ميسي خطية؟ لا لا شوف، كل شيء بالفلوس الآن بالعالم، وثانيا الفلوس مو عادية، مليارات حصير، بس ما يستحق هو حلو لعب كأس العالم. اسمح لي اسمح لي، مليارات يعني الآن كل شيء يدار بالملايين، فكل شيء بالفلوس هو كذب، لحكي لك من حيث المبدأ. يعني كرة القدم كلها كذبة؟ كلها كذبة، كلها مدبرة. أكو أشياء تصير، مثلا أكو مباراة النتائج لصالحهم، إذا غلب وإذا خسر يخلوها، ياهل يغلب خليهم، الباقي متفق عليه. بس معظم الأشياء هي مفبركة، هي مدبرة، هي ما تعرف الأسرة. ثانيا أكو شيء مهم، كلمة الاحتراف صعب فهمها للجماهير، ما يفهمون المعنى الاحترافي، الحرفي للاحتراف. الاحتراف يعني فلوس أكو بالموضوع، مو بس فلوس، شلون أنت تمرر قضية هذا هسه أنت تشوفه أسود، أنا أقدر أخليك تشوفه أبيض، هو هذا الاحتراف. ما تعرف أنت شو اللي سويت أني، ما تعرف ولا أحد يقدر يوصل معرفة هذول اللي جاي يسوون وخلوا هذا هيك يصير وهذا هيك يصير. أكبر دليل رئيس اتحاد دولي بلاتر، هذا المختلس سيء الصيت، هذا رئيس اتحاد دولي، يعني هو أب اللاعبين، أب الرياضيين كلهم، رئيس اتحاد دولي هو الأب، يجي يطلع بهالمستوى الدنيء، يطلع يقول ينتقد رونالدو ويمدح ميسي، مهمتين ولدك. انت شكلك تحب رونالدو من الاخر. لا 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 رونالدو شخصيا قويه. شفت؟ لا مو شفت، هاي سالفه طائفيه، داش على واحد غريب كل الدنيا تعرف. رونالدو عنده شخصيه بالملعب، وكلهم يغارون من عنده ترى، لانه عنده شخصيه مو مثل بقيه اللاعبين. ميسي شخصيته عاديه، بسيط عاديه، لكن ابوه هو مسير الامور كلها، هو اللي يتفق له، يدير اعماله، هو اللي كل شيء بالسر وبالعلن.